في مربع ماشي وما جبناش اخرها مربع هي في الحجر. خش على دي ودي دايره ماشي قرص داير وفيها منحوته من هنا كده وما جبناش اخرها لان تحت الحيطه بتاع الحمام. ودي مربع الثاني بس تحت البلوك بتاع الحمام دي. اما صورنا يا محمد وده هو ده كله حاجه هاته من اول لاخر برضه ده خلي بالك ده برضه هنا ايه نهايه الحاجه. لا مش نهايه ده نهايه من هنا بس باين ايه من هنا تحتيه وادي نهايته من هنا وادي نهايه من هنا نور نور بس خلاص يا محمد. طيب بس خليني اقول لك ان اللي قدامك ده منطقه دفن فعلا وده شغل دفن ده رقم واحد. رقم اتنين ان المربع الصغير ده ال 20 في 20 يسمى التهويه او ما يقال ببير التهويه مش ده تبع المصاطب خالص بس ما يقال عليه بير التهويه وده بيبقى مربع زي ما انت شايفه كده 20 في 20 وده مهمته نزول الهواء الى الاسفل لتوزيعها تحت في المقبرة. تمام كده؟ تمام كده. رقم اتنين بقى اللي قدام حضرتك ده ودي البهايم بيقولوا عليها طبة. قشطة كده؟ ده يعني في العامة ده في العامة بيقولوا عليه بير الساقية أو ده بير الدفن المقفول عليه ده غطى البير اللي قدام سعادتك ده. وده بيتقال عليه اسمه بير الساقية اللي يبقى بالطريقة دي وده تقريبا بطلمي يا روماني. فعلا ده دفن وده التهوية وده للبهايم بيقولوا عليها الطبة. ده مفيش حاجة اسمها طبة ده غطى البير نفسه. أنا أحمد سفاري ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول قاهر بتوع الزبوبة وفشخهم شير ولايك وكومنت.